هلا والله حبايب، شلونكم؟ شو صحتكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اعتذر على التاخير، بس والله عندي شويه ظروف مقضيها نوم. لا ظروف ولا شيء، نوم وكلام. طبعا اليوم انا ما راح اطلع بالفيديو لاني مشغول باعمالي. اعمال التمن القيمه يقصد، مو انا راح تروح اكو تمن القيمه يا هاي الاعمال. المهم قبل ما ابدا الفيديو تنسون تخلوا لايك. اشوفكم هديه اجتني بفضل الله وبفضلكم. هديه صار لي يمكن شهر ونص هي بالطريق من امريكا، من عربان امريكا. الهديه هي درع ال 100,000. كل الشكران والله العظيم، يعني ما تخيلت يوم يجيني درع وما ادري شنو. بس المهم هذا الفضي ان شاء الله بعد فتره يمال المليون ان شاء الله. المهم اشوفكم الهديه وكرده فعل اسوي لكم اياها. ولد شغل السوشيال ميديا، حرق السوشيال ميديا. طبعا ها ونسيت اقول لكم، اشكر اليوتيوبر ابو الصوف وساعدنا على تقديم الطلب. الدرع يدزوا لك ويالك يعني رابط تتبع الدرع بيا دوله يطبوها لحد ما يصير باب بيتكم. فتخيلوا الدرع هذا الدرع افتر دول وانا بعدني قاعد وساكن، بس تخيلوا. فهذا الشيء ضوجنا اكثر من ما فرحنا. المهم نكمل. المهم نشوف اول صوره للكيوت يعني ما اعرفه. هاي اول صوره يا اخي، شكل من بنيه تقول لي والله انت كيوت. والله العظيم من بنيه دي اللي كيوت، اتخيل نفسي. شوف لحيه وما ادري شنو ومخلي حمر ومكياج وعد لللاين الرابطه. انت ام الصالون ما تضبطيك والله العظيم، انا ما شفت يوم نسوان هي ضابطات الايلاينر. المهم عادي، خلينا نشوف. نسوى هو تحدي بالتيك توك، هم خلينا نشوفه. عبس اها، يعني هو يا شباب هو ما يريد هاي السؤال في الرجول وبدل. لا عيني، لا هو يتحول، هو بالعكس. انت شو احسك السالفه غصب؟ يعني انا الله خلقني ذكر، لا انا ما اريد، انا لا ما. انت المفروض تمثل اكس مان، والله العظيم المفروض بجزء يضيفوك، فبس ما اعرف انت موهبه مدفون. زين انت من الله وزع عقول، انت وين؟ وين وين؟ زين اكو، استغفر الله، بالي يروح بعيد يا اخي هذا النشي. المهم بس هو شوف شلون كان، والله كان كيوت بار يا اخي. هنا تشت حبار شلون حلو، عيونك مفتحه، ماكو الدبانه واخري، يعني ما ادري، يعني حتى الدبانه ضايجه منك. هنا بهاي الصوره هو بلغ 18، بس يعني شنو ها شايل اللحيه. ما هو من يبلغ 18 يتصرف بحريته بكيفه بعد يتصرف، فهو شنو شال اللحيه عين، لان تعرفون هو المسار الناعم اختار. وعنده صوره باطلاله جميله بهذا الفستان، هذا الفستان نساوينا ما يلبسنه، انا والله ما يوم شفت من نساوينا لابسه هيك فساتين. يا اخي النوب تحسه مثير، تحسه ما له دخل، الكعب ما له دخل. هسه هذن الصور كلهن بصفحه وهذا الفيديو بصفحه. هنا هو كان حلمه يلبس فستان، ما كان حلمه يلبس قاط، لا فستان. اي هاي شنو الحركات يا اخي، يا اخوان شنو اخوان، فهمونا والله، فهمونا بالتعليقات. وهاي الفتحه شنو؟ هاي الفتحه لانه لعبان نفس، والله العظيم لعبان. ما انا ما اردت اسوي الفيديو، انا ما اردت اشيل ذنوب من وراي، يعني زين هذا ما حصل انه والله ذنوب له. لا ما انا متاكد. لا يا اخي حلمك تلبس فستان انت، يعني حلمك تجيب بيبي، حلمك هذا خرب هيك حلم. نشوف الصوره الاكثر غراء من هذني. واو هاي الحركه، هاي عابت نزول على قلبك والله. فرحان بال 18، فرحان ما اعرف ليش. يعني انت زين، انت شنو، انت عندك حبيب حبيبه؟ شنو الفيلم؟ اذا عندك حبيبه فمنو اللي اي، فيعني لو عندك حبيب ما اخوان ما اعرف، اخوان ما اعرف. انا اردت سويت هذا الفيديو على مود انغث، على مود يشوفون حرقه قلبه فقط. ياسر الله يطيع حظك اخوان. ياسر راكب بايسكل مال زعاطط والله العظيم 4 سنين، وهو وزنه 45. يلا وجعه. هو هذا الولد اردني مدري شنو، مدري سوري، مدري ما اعرف. المهم خليني اشوفكم صنف هم من عندنا، راح اعطيكم الذوق وانت الذوق، تردون هذا تردون هذا، هذا منتجنا. يقولون هذن الاثنين البنات هذن مشكوك بامرهن، هم ولد يمكن، بس هذا ولد، هذا اللي منه هذا الولد هيقا، هذا ولد، هذا ولد اخوان، هذا رسميا ولد. والله ما اعرف اخوان، مو متغير الدنيا، ما اعرف ايش قايم يصير. احنا تيمنا هسه كلش نقص والله العظيم، فاذا اكو بنات سباعيات قويات عندنا امهات الثريد يتحول يعني الفريقنا، احنا نرحب بين نسوي معامله وعادي والله العظيم عادي. اكو انا ادري اكو هواي بنات خشنات. لهنا انتهى الفيديو، اتمنى عجبكم. لا تنسوا تخلوا اللايك، لان ما اعرف
هاي اللي صارت من ضمن كلامي. لا تنسوا تخلوا اللايك. ما سامعين اكو يوتيوبر ما قالها ومات. كان ياكم اخوكم عبد الله، اتمنى عجبكم الفيديو، ان شاء الله ما اطبع عليكم، وها هي.